السلام عليكم متتبعي قناة وصفات هدى، نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم عجينة الشوكولات. غادي نحتاجوا لها في المقادير. عندي هنايا كيلو ديال الشوكولات ابيض، شوكولات اي نوعيه بغيتو. انا استعملت هنايا غالا، انا استعملت كيلو، ممكن تستعملوا نصف الكميه او ربع الكميه. عندي هنايا السكر كلاسي نوعيه ممتازه، 560 غرام، أربعة الأوراق ديال الجيلاتين، وغادي نحتاج 8 المعالق كبار ديال الجلوكوز، والماء فاش غادي نرقد الجيلاتين. هنايا درت الشوكولات في بان ماري كيدوب، الماء راه سخن، على شرط أنه الماء هاد البول اللي غندوب فيه الشوكولات ما يقيسش نهائيا الماء، يعني ما يلامسش نهائيا الماء، يكون الماء بعيد على هاد البول. غادي نذوب الشوكولات. من بعد ما ذوبت الشوكولات جيدا ما يبقاوش الاطراف او الحبيبات صغار، انا هنايا درت الاوراق ديال الجيلاتين في الماء باش يرطابوا. ملي غادي يرطابوا مزيان غادي نضيفهم للشوكولات، نعصرهم مزيان من الماء ضروري. غادي نضيفهم للشوكولات مع التحريك، غادي نحرك. غادي تلكد شويه الشوكولات معليش، ومن بعد غادي نضيف الجلوكوز. غادي نبقى نحرك كاع هذاك الماء اللي غادي يطلق الشوكولات راه مع الجيلاتين، غادي يتجمع كله. شفتوا الشوكولات كله تجمع. دابا غادي نضيف الجلوكوز 8 ديال المعالق، 8 ديال المعالق في كيلو، واحد جوج معلق ديال الجلوكوز درتهم. صافي غادي نحرك، نمزج الخليط مزيان. الجلوكوز دغيا غادي يسخن، الا سخن الجلوكوز غادي ينسجم مع الشوكولات ومع غادي نحيد الشوكولات من فوق النار وندوز للمرحله الاخيره. دابا غادي نبدا نضيف سكر كلاصي، نحاولوا نديروا معلقه صحيحه حيت سينو غادا تعواج بحال هادي. دابا نيت ماشي مشكل، حيت غير شويه غير يبرد شويه، وغادي نخدم ايديا باش نحرك ولا نخويه كاع في سطح العمل ونخدم. توكل السكر كلاصي يدخل مزيان، حاولوا ما نكتروش بزاف السكر كلاصي. انا عطيتكم كميه ولكن تقدروا تدخل غير اقل باش ما تجيش باتا شوكولا قاصحه، ملي تبرد غتجي قاصحه. يعني نتوما كتضيفوا السكر كلاصي عينكم ميزانكم. غادي نمسح سطح العمل مزيان وغادي نخدم في فوق الرخامه. هنا غادي نخوي السكر كلاصي، نجي هنايا عليه الشوكولات. غادي نحط الكميه كلها ونجمع الخليط.
ولكن درجة الحرارة ممكن تستحملوها، ولكن راه سخونة. غادي نبقاو بحال هكا وحنا كندخلو السكر كلاصي. غادي نقول لكم شحال دخلت بالضبط، وغنتلاقى ان شاء الله فاش تكون واجده، فاش غندخل فاش غادي نلونها. انا هنا العجينه ولات عندي جاهزه، هذا هو الملون الاحمر اللي ضفت لعجينه الشوكولات. كيف ما كتلاحظوا الكميه اللي بقات ليا من السكر الثقيل السكر كلاصي ها هي هي اللي باينه لكم تمايا. هنا غادي نقسم العجينه على جوج، غادي نضيف الملون الاحمر ونعجنها مزيان حتى يدخل اللون جيدا للعجينه، وحتى وكان نحصل على اللون اللي انا بغيت. انا هنا بغيت احمر، ما بغيتش غوز، بغيت احمر، فغادي نبقى ندخل الملون حتى وكان نحصل على اللون اللي انايا بغيت، حيت غادي ندير كاطو بيرسوناليزي. هاد العجينه غادي نغطي بها كاطو. هنا صافي ساليت، حصلت على اللون اللي بغيت، غادي نغلفها مزيان جيدا بورق بلاستيك الغذائي. غادي نغلفها جيدا بحيث ما نخليش الهواء يدخل ليها، غادي نخليها تبات عاد باش غادي نخدم بها. هاد العجينه غادي نصيب بها حتى لي صابلي، لي صابلي ديال ميراكولوز، غادي نصيب بها الكاطو. غنبدل عاوتاني البودر باش الا كان اللون الاحمر. غادي نضيف هنايا اللون الاسود. بالنسبه للون الاسود او اي ملون بودر ضفتوه ضروري ما تغربلو، ضروري ما يتغربل باش تحيدوا منه الحبيبات ما يبقاوش. ويستحسن انكم تكونوا لابسين شي لبس اسود باش الملون الا كان ملون قليل ملون غادي تعطيني اظافر رمادي تعجنوا مزيان اسود وتحتفظوا بها كيف ما شفتوا من قبل. سخنها شويه وكتجي صعيبه في العجنه الا كانت بارده. اللهم من حدها دافيه كنلونها ساعه نخليها حتى الوقت الاستعمال غدا ولا نضم هذا الاسود مزيان. المهم غادي نكمل بحال هكا كنعجن حتى وكان ونوريكم النتيجه النهائيه. هذه هي النتيجه النهائيه اللي حصلت عليها ديال عجينه الشوكولات. بطبيعه الحال انا حصلت على كميه اكبر، هذه الكميه هي باش صايبت لي صابلي.